وهنبدأ سيلفي رمضان النهاردة من بروفايل قطر الندى، حتى سيلفي لابنها أمير وأخوها في خامس يوم رمضان. صورة جميلة، والخال والد، مش بيقولوا كده برضو؟ وهنا رسالة من القلب القلب من شهاب حجازي، متصور سيلفي وكاتب: كل سنة وانتم طيبين، واللي زعلان مني يسامحني. أما مامة بلال فحطت صورة ابنها ربنا يحفظه، وكاتبة: ابني اللي مجنني، ربنا ما يحرمكيش منه ومن جنانه. وهنا بقى دودي كوين منزلة صورة القطايف البيتي، وكاتبة: أحلى قطايف لأحلى إيمان، تسلم إيدك يا دودي. ودي صورة للرجالة بعتها لنا علي الهواري، وكاتب: أعز حباب على قلبي. والصورة دي منزلاها أمي رخا، وكاتبة: هنا أجدع وأحن أخ في الدنيا، ما بيخلينيش أحتاج لأي حاجة، ربنا يحميه ويحقق كل اللي نفسه فيه. أما هنا عاصم فنزلت صورة زوجها وبتدعي وتقول: زوجي حبيبي، ربنا يبارك لي فيك ويخليك لينا ويحميك ويشفيك يا رب، وبتسألكم الدعاء لزوجها بالشفاء العاجل، اللهم تقبل. ولما يجتمع السيلفي مع السناب شات تطلع الصورة حلوة كده. ريوان خميس بتقول لصحباتها: ما تزعلوش مني، أهم حاجة علشان أنا بحبكم قوي. وحنختم النهاردة بسيلفي الإخوات. سيف سلمان بيقول: أنا وأخويا ما عندناش غير بعض، ربنا يديمه في حياتي وأشوفه أحسن حد، اللهم آمين. وبكده خلصت صورنا النهاردة، نقابلكم بكرة بسيلفي جديد.